عدد من الإصابات الآن وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق النابلسي. يتجمعون ينتظرون دخول المساعدات الإغاثية إلى شمال قطاع غزة بعد ازدياد وتفاقم معاناة المواطنين بشكل كبير. وضع صعب جدا، إصابات عديدة وصلت شهيدين حتى اللحظة، وعدد كبير جدا من الإصابات تصل تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي. كنا على أضواء النابلسي، طبعا راح نجيب طحين بسبب أنه مش موجود وغلاءه كثير في الأسواق، فلقمة عيش يعني إنه. فبتفاجئ أنه القوة الخاصة نزلت رجلية لفت من البحر من تحت، طبت في احنا تقريبا بيجي 50 شاب كنا واقفين، طبت فينا طخعه بجنب، انا شردت، كانت طلق في ظهري طلع من بطني وصاش تبكيت، ولقينا الجديد قاعد بتقرص فينا. في شهداء؟ في شيء؟ في شهداء، في اصابات كثير جوا. طب ايش بقيتوا تعملوا؟ ايش بقيتوا؟ هاي كل هذا عشان لو فينا احنا بقوم. ما يقارب من 12 اصابه بالاضافه الى شهيد. صراحه 10 من الاصابات التي وصلت كانت بحاله خطيره، تم تحويل 5 منها إلى العمليات بشكل عاجل، إحداها إصابة في البطن وبحالة إلى عملية وبحاجة إلى عملية استكشاف بطن، والحالة الأخرى كما تشاهدون إصابة بالشريان الرئيسي بالفخذ الأيسر وبحاجة عاجلة إلى عملية من طرف قسم جراحة الأوعية الدموية. للأسف الذي توفر فقط حاليا غرفتي عمليات فقط. الإصابات تنتظر، وللأسف الشديد عدد من الإصابات تفارق الحياة أثناء انتظار العمليات. وضع معقد، نحن نعيش في كارثة كبيرة. عدد الطواقم الطبية التي تعمل عدد قليل جدا، لأن الاحتلال حينما قام باقتحام المجمع قبل 3 أشهر قام بالتهجير والترحيل القسري لمعظم الأطباء، بالأخص الأطباء المتخصصين. العدد المتوفر حاليا عدد قليل جدا، لا يكفي لاستيعاب هذا الكم الكبير. أيضا نعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية، بالأخص المستلزمات والأدوات والأدوية المنقذة للحياة. حتى غرفتي العمليات المتوفرتين يتم إغلاقها بشكل كبير لنظرا لعدم توفر السولار الذي يكفي لتشغيل هذه الغرف. هذا هو المشهد الآن من داخل مجمع الشفاء الطبي مع تفاقم معاناة المواطنين الإنسانية. من مجمع الشفاء الطبي، محمد عرب، تلفزيون العربي.